للنهوض بالواقع التربوي وتكاتف المؤسسات الحكومية، مديرية الخدمات الفنية بدير الزور تقوم بعدة دراسات لعدة مدارس في المدينة وريفها للنهوض بالقطاع التربوي إلى واقع أفضل. تم انتهاء من الخطة العام 2022 وهي 5 مدارس بشكل كامل، وقامت وزارة الإدارة المحلية والوزارات المختصة بتزويدنا بـ1.5 مليار من الموازنة الاحتياطية، وإن شاء الله سنقوم بإنجاز بها المشاريع اللي تم تدميرها من قبل الإرهابيين. تم إبرام عقود بين مديرية الخدمات الفنية بدير الزور والشركة لتنفيذ مدرسة الهاشمية مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومدرسة مرات مرحلة أولى، والعمل ده يسير بشكل جيد وبسرعة جيدة. ورشات إعادة الإعمار تستمر بالعمل في محافظة دير الزور وريفها، حيث أعادت تأهيل معظم المدارس والمجمعات التربوية التي تم تدميرها جراء الأعمال الإرهابية في المحافظة. الخطة كانت تشمل تقريبا 23 مدرسة، وإن شاء الله العمل حاليا يعني قائم، وإن شاء الله في بداية الفصل الثاني تكون جميع المدارس مسلمة وقيد الاستثمار. لدينا في الأيام القادمة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني 29 مدرسة أيضا من خطة الخدمات والمنظمات، فتصبح كامل المدارس المؤهلة والداخلة بالخدمة وتستقبل التلاميذ 352 مدرسة. تعرض القطاع التربوي في دير الزور لتخريب ممنهج على مستوى الأبنية المدرسية والكوادر التدريسية والطلاب خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة، وتعمل الحكومة على دعم هذا القطاع ضمن سلم أولوياتها لإعادة سير العملية التعليمية والتربوية وفق مسارها الصحيح.